زحلق. لا، هي طلائع تشتغل، تجرب، تبحث، تقترح آفاق، تقود وتناضل من أجل إقرار هذا المفهوم أو ذاك، أو من أجل إعمال هذا المفهوم لغرض الإقرار. مثلا الاستعمار طلائع ديالو تجاب واحد العدد ديال المفاهيم. فاليمين المتطرف في أوروبا مثلا الآن طلائع ديالو كتنتج واحد العدد من المفاهيم اليومية اللي كتبروبوزيها كتقرحها على الرأي العام من خلال وسائل الإعلام من خلال كذا ومن خلال الانتخابات ومن خلال إلى آخره. هذه الطلائع هي دائما تبدأ في وضعية الأقلية في مجتمعاتها. بركة الاقتراح هي أصلا أقلية من طليعة يكنس من الاقتراح. ومع ذلك غالبا ما يقع الخلط المقصود أو غير المقصود، خصوصا عندما يكون الواحد في السياسة بين الطبيعة ديال بين الخطاب ديال الأقلية وبين النطاق الذي يسمح إلى أن تنطبق هذه. من هنا اللي تقولوا لي فرونسي كذا 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 كذا، طبعا مش شكون هما لي فرونسي؟ هذا كنت يقولها في التلفزيون مع الكرب على الناس اللي معاه، ولكن انا توجور هذا في الميل اننا